السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا طلاب الرابع الأبطال؟ كيف أموركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله بأفضل صحة وأفضل حال، ملتزمين بالكمامة بالتباعد وماخذين كافة الإجراءات الصحية المناسبة. تحدثنا في الدرس السابق عن معركة الكرامة، وكان في عنا واجب وهو السؤال الثاني: املأ الفراغ بما هو مناسب في الجدول الآتي. معركة الكرامة، الزمان 21 آذار 1968، أما المكان فهو في منطقة الكرامة. الجيش المشاركة، الجيش العربي الأردني وقوات العدو الصهيوني. النتائج: هزيمة قوات العدو الصهيوني وتكبيده الكثير من الخسائر. أما الآن سوف ننتقل إلى الدرس الثالث، وهو بعنوان الوفاء للشهداء. وسوف نبدأ كما تعودنا أن نبدأ دائما بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وهادينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما تعلمون أعزائي الطلاب، للشهيد منزلة عالية ورفيعة، فهو مع الأنبياء والصديقين بسبب ما بذله من تضحية بنفسه، فقدم روحه رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. كما تعلمنا أن وطننا هو بيتنا الكبير الذي نعيش فيه في الأمن والأمان والاستقرار، ويجب علينا أن نسهم في بنائه وتطويره ونهضته وبنائه والتعلم وكسب العلم من أجل مجاراية الدول الأخرى. وليس هناك شيء مثل التضحية بالنفس من أجل بقاء هذا الوطن مستقرا وآمنا. فهناك رجال ونشامى من قواتنا المسلحة الأردنية، جيشنا العربي، قاموا بالكثير من التضحية على مدى التاريخ منذ تأسيس هذه الدولة ونحن في مئويتها، فقد ضحى الكثير منهم من أجل بقاء سيادة هذه الدولة والحفاظ على استقرارها وأمانها من كل من يريد المساس بها، من أي شخص ومن أي دولة ومن أي تحرك غاشم يريد عدم بقاء الدولة في أمانها. فهم دائما يحرسون الحدود ويضحون في أنفسهم في سبيل إبقاء وطننا الأردني الهاشمي في أمنه واستقراره. وقواتنا العربية المسلحة الأردنية لديها الكثير من الشهداء الذين كما قلنا ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن ومن أجل فلسطين الحبيبة، فخاضوا الكثير من المعارك ضد العدو الصهيوني الغاشم. فهناك الكثير من الشهداء وكوكبة كبيرة منهم من الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني البطولة وأمثلة كثيرة على العطاء والتضحية في سبيل إبقاء هذا الوطن وحماية الدول العربية المجاورة. فكثير من أبنائنا وأجدادنا ضحوا في سبيل وطننا الحبيب وفي سبيل القضية الفلسطينية. ويوجد أيضا في المدينة الرياضية صرح يسمى صرح الشهيد، يوجد فيه العديد من قصص ونماذج من بطولات هذا الجيش وأفراده الأبطال، فأنصحكم بزيارته أعزائي الطلاب. قلنا وأكدنا أن الكثير من
أفراد القوات المسلحة ضحوا من أجل هذا الوطن ومن أجلنا. وهناك صور كثيرة في الدفاع عن الوطن، ليس فقط القتال مع الأعداء، بل نتذكر ونحيي ذكرى الشهداء، فيكون هناك دائما ذكرى لهم والحديث عنهم لكي نسير على خطاهم دفاعا عن هذا الوطن الحبيب. وأيضا من طرق الدفاع عن الوطن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على مرافقه العامة، والعمل على تطوير هذا الوطن وازدهاره والنهضة به، ودعم أسر الشهداء الوطن وذويهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم. فيجب أن يكون لأسر الشهداء ميزات خاصة، لأن أبنائهم وأباءهم وذويهم ضحوا من أجلنا وأجل وطننا الحبيب بنفسهم الغالية. وهناك عندنا في الأردن يوجد يوم يسمى يوم الوفاء الوطني للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، وهو بتاريخ 5 شباط من كل عام. جاء هذا اليوم أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه لنا، لكي يعلمنا كيف نحترم ونقدر هؤلاء الشهداء، ولكي نسير على دربهم ونسير على درب من حاربوا وبقوا على قيد الحياة، ونحترمهم ونقدم لهم كل سبل العون والرعاية. فأعزائي الطلاب، يجب أن نحافظ على تراثنا، ودائما نقرأ عن شهدائنا، ونخبر أصدقائنا وأهلنا عن الشهداء وماذا استفدنا منهم وماذا علمونا من تضحية على هذا الوطن. وانتهى لهون الدرس، والآن ننتقل إلى أسئلة الدرس. عرف الشهيد. زي ما حكينا، عرف الشهيد السؤال الأول، هو المسلم الذي يقتل في المعركة مدافعا عن وطنه ودينه. 2، فسر سبب اهتمام المملكة الأردنية الهاشمية بالشهداء، لأنهم ضحوا بأرواحهم فداء للوطن والأمة، ولكي يبقى الوطن آمنا مستقرا منيعا على الأعداء. السؤال الثالث، ما واجبك تجاه شهداء الوطن؟ 1، تذكر تضحيات شهداء الأردن بفخر واعتزاز والسير على خطاهم. 2، الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وصون مرافقه وتطويرها. 3، دعم أسر الشهداء وذويهم وتوفير الرعاية لهم. 4، لماذا نحتفل بيوم الوفاء الوطني للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين؟ تقديرا من جلالة الملك لعطاء وتضحيات هؤلاء المحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين في الدفاع عن الوطن. أعزائي الطلاب، لهون بنقدر نحكي تم بحمد الله مادة التربية الوطنية والاجتماعية للصف الرابع. أسأل الله أن تكونوا استفدتوا في هذه المادة الكثير، وأي إشي حكيته صح وكانت معلومة مفيدة لكم فهو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأي خطأ بدر مني أو سهو فهو مني ومن الشيطان الرجيم. أعزائي الطلاب، أوصيكم بارتداء الكمامة لكي نحافظ على وطننا ونحافظ على عائلاتنا وأهلنا وكبارنا، وأن ندعو الكبار منا في التسجيل على منصة المطاعيم، لأنه هو الحل الوحيد لتلقي هذا اللقاح. أعزائي الطلاب، نسأل الله أن يكون لنا لقاء آخر. كان معكم أستاذكم المحب مهدي عباد، ولنا لقاء آخر إذا أراد الله لنا ذلك.